أجرى رئيس الوزراء اليوناني سلسلة لقاءات تشاورية مع مسؤولي الأحزاب الرئيسية الثلاث في الحكومة الائتلافية للتوصل إلى خطة إنقاذ للبلاد ترضي جميع الأطراف. خارطة الطريق المقترحة تقضي الموافقة على خطة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو، أمر سيتبعه تخفيض للراتب يتراوح بين 20 و22%. وضع يقلق اليونانيين الذين ينظرون بتشاؤم للحالة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، فهم يمرون بنفق مظلم يقول أحد المواطنين. وفي انتظار أن يعقد مدير المجموعة الأوروبية جان كلود يونكر الخميس اجتماعا مع وزراء مالية منطقة اليورو، يواصل اليونانيون احتجاجاتهم في الشوارع ساخطين على ترد الوضع الاقتصادي والتأخر في إيجاد حلول للأزمة.